قبل ما نبتدي فقرتنا الجوية وفقرة المرور، عايزة الأول أكلمكم شوية عن بعثتنا المصرية في أولمبياد فقرة بعد المصرية. صباح الخير عليكم مشاهدينا. النهاردة في أخبار مفرحة ومبهجة لعدد من اللاعبين المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020. هنبدأ مع اللاعب محمد إبراهيم كيشو واللي اتأهل للدور نصف النهائي في منافسات المصارعة الرومانية وزن تحت 67 كيلو جرام ضمن فعاليات ربع النهائي بفوزه على كارين أسلانيان لاعب أرمينيا، وهيواجه اللاعب الأوكراني بارفيز ناسيبوف في نصف النهائي الساعة 11:25 صباحاً. كمان محمد متولي نجح في التأهل لنص نهائي منافسات 87 كيلو جرام في المصارعة الرومانية بعد استسلام منافسه الكوبي دانيال غريغوريتش، وبكده هيلاعب اللاعب المجري فيكتور لورينتس في نص النهائي الساعة 11:30 الظهر. مهاب مهيمن الغطاس المصري نجح في تحقيق إنجاز غائب من 73 سنة بوصوله لنهائي منافسات 3 متر سلم متحرك، وتأهل مهاب مهيمن بعد حصده المركز ال11 من أصل 18 متسابق في نص النهائي، وبيتأهل أول 12 لاعب للنهائي. عايزين نفكر حضراتكم أن منتخب مصر لكرة اليد هيلعب النهاردة إن شاء الله الساعة 2 الظهر بتوقيت القاهرة مباراة قوية مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي.